سلام حبوباتي، ان شاء الله قاعد تكونوا ملاح. اليوم جبت لكم وصفه الحريره اللي هي سلطان الميده في الغرب الجزائري. تابعوا معايا باش تعرفوا المقادير وطريقه التحضير. انا لهنا استعملت نجره الفخار، درت فيها شويه زيت، مرفه زبده، وجبت مرصو تاع الدجاج وشويه تاع الحليب. نزيد نحطو 3 حبات طوماطيش كبار و 3 حبات زروديه كبار وحبه بصله، كلشي مقطع كبير. لهنا انا زدت بطاطا قصبر وكميه من الحميصه. بالنسبه للتوابل نتبلها فلفل كحل مرفه صغيره، ملح حسب الذوق، فلفل عكري مرفه كبيره، مرفه صغيره كركم، مرفه كبيره كرويه اللي هي اساس في الحريره، ونزيدوا شويه قرفه ومغرفه كبيره طوماطيش كونسونطري. كيما راكم تشوفوا بلا ما قليت درت كل شيء بارد في بارد، ومن بعد ما لدقتها بالماء سخون وخلطها وغطيتها وحطيتها فوق النار تطيب. لهنا صايي راهي طابت لي الخضره تاعي وطاب لي الدجاج. نجبد الدجاج تاعي ونحي الحشيش ونزيد نجبد الحميصه والحم. لهنا يا نمكسي البون تاعي مليح، لازم نحي الخضره تاعي مليح نحيها. لهنا صايا نحيتها كيما راكم تشوفوا، نرجع لها الدجاج اللي فتتو والحميصه والحم. لهنا البويون تاعي مازال ولا الحريره، نسحق النسم بكميه من التوابل، مرفه صغيره سكنجبيل، مرفه صغيره كرويه، مرفه صغيره قرفه، ومرفه صغيره راس الحانوت. نحركو ملاح، نعاود نحطو فوق النار يرفد الغليه. لهنا باش ندير العقده نسحق زوج مغرفتين كبار وكاس ما يكون بارد ونمكسيهم بالميكسور. لهنا بعد ما غلات نبداو نزيدو في العقده غير بشويه بلا ما نحبس من التحراك باش ما تلصقناش الفرينه في الفرن تاع القدره. وفي الاخر نزيدو لها كميه من القزبر و دو ترون سيترون ونخلطو ونحطوها على النار ونخلوها تغلي واحد 5 دقائق هكذاك. لهنا راهي وجدت الحريره تاعنا، ولات تشهدت بنينه. نتمنى منكم تجربوها وكل واحد يقول لي كيفاش يديرها في لي كومونتير. واذا عجبتكم ما تنساوش تشاركوني بجيم وكومونتير وابوني وتبارطاجيو مع صحاباتكم. وشكرا على متابعتكم.